ما كنتش كنعرف والدي الاصليين، جعيطوا لي الناس وقالوا لي راه عندك والديك الحقيقيين، وراوني تصاورت لخوتي، وانا هاد الكلمات هادو اللي قلت فاشوف ديفي راه ما كدبتش، راه ما كدبتش، راه قلت غير الصراحه. تا شافوني فشوف ديفي وما عيطوا النمره ديالي واتصلوا بيا، وجات ماما الحقيقيه الكازا قلبات عطوها النعت صافي. وبقيت وبقيت تلاقيت مع ماما، عرفت يا ماما حقاش عنقتني، بقيت كتبكي تعنق فيا وتبكي. دابا انا عرفت ماما الحقيقيه، ما فحالناش بابا مطلق من ماما، ماما مسكينه خدامه في الديور كتكرفس علينا احنا خمسه الخوت. هذيك المره اللي كانت مربياني قالت لي انا امك، تكرفست عليا تسد عليا دخل لي رجال تعطيني شي حاجه في مول هذا النعس كنغيب، ما لانني واحد الدرجه ما بقيت عقل على حتى واحد. خرجت للزنقه وتكرفست، ولا اللي كيجي كيجرني صحا ديني صحا يتكرفسوا عليا بزاف الحوايج. زدت مرات نفسانية اكثر من هذاك المشكل اللي كان عندي، حتى دابا ظروفي صعاب ما بقيت عقل على حتى شي واحد، مره كنعقل مره كنسى. ماما كتهضر معايا كنقول لها تي ماشي ماما، اختي كتهضر معايا كنقول لها تي ماشي اختي، خويا كيهضر معايا كنقول لي تي ماشي خويا. بغيت نعاون ماما نعطي لماما شي حاجة توقف تاهي على رجليها، ما تبقاش خدامة علينا. كنطلب من المغاربة يبقاو دايريني بنتهم وما يتخلوش عليا ويعاونوني باش نحيد ترابي وباش نمشي عند شي طبيب نفساني، حقاش انا تعقدت في حياتي.